الكود الأول في لغة البي اتش بي. قم بفتح مستند نصي جديد ثم اكتب ضمنه الكود بي اتش بي. ثم اكتب ضمنه برينت واكتب العبارة هالو وورد بين علامتي تنصيص. قم بإنهاء كتلة كود البي اتش بي باستخدام إشارة الاستفهام ثم الإشارة أكبر. لاحظ أنه عند كتابة كود بلغة البي اتش بي عليك أن تقوم بإعلام آلة بي اتش بي لتقوم بترجمة هذا الكود على اعتباره كود بي اتش بي، وذلك من خلال حصره ضمن معرفي البداية والنهاية. قم الآن بحفظ هذا الملف ووضعه ضمن المجلد htdocs ضمن المجلد اباتشي كما تعلمت في الدرس السابق، وليكن اسمه helloworld.php. افتح الآن مستعرض الويب ثم اكتب العنوان helloworld.php، وسيقوم برنامج مستعرض الويب بطباعة العبارة hello world. يقوم الأمر برنت بطباعة أي عبارة نصية محصورة بين علامتي تنصيص كما يقوم بوظائف أخرى سنتعرف عليها لاحقاً.